un buen tramo de país. Cámara. Que recorrer. Luati. Voy a arrancar. Sí, Luati. Comparse. وعم يباب عم يسيخ مقدرين يسيسو مهم جدا حرية التقاضي نرص على حرية التقاضي حكمة فدلوقتي الكومارس رافع قضية على عم يباب وعم يسيخ مقدرين جدا ويقول عليهم ان هم شتمين و وده اللي الأدب وهم رافعين قضية ازدراء اطيان على ده الرئيس سيسو مكلف بحماية الوطن كله مكلف بحماية عم سيخ وعم هبا فدلوقتي تفضل حاجب خد الكمبار طبعا في سواسية في القضاء ينص عليها قانون نص عليها فتفضل حاجب حط الكمبار دلوقتي الحكس عم سيخ وعم هبا تسمع عم سيخ فضل قالوا القاضي طبعا كلهم عارفين الوطن كل الوطن يعرف الوطن كله يعرف أنا منتهى البيوت منتهى المحبة منتهى صوت الوطي بشهادة عم هباب طبعا موجود معايا كشاهد رئيس مالك هي بالظبط كده وهناك من النصوص ما يشهد قد ايه انا كيوت وقد ايه انا محبة انا عم هباب وانا بقدم لحضرتك اهو الدليل اهو دليل اهو سعيد بيقول من يبغض اخاه رقم دليل موجود معاك سعادتك وشكرا فضل فعلا سعادة القاضي هذا الكومبارس طلعني انا وعم بسيخ راجل كومبارس طيب ده ان احنا شتمين سعادتك يا سعادة القاضي وهناك اهو دليل ونصوص انا يعني احنا مكارم اخلاق وعم بسيخ محبة ومودة فهناك مكارم اخلاق طبعا سعادتك دليل قدمه عم سيخ فهذا كبار سكلته امه سكلته اللي سكلته يا فندم احنا بنطالب باصدراء اطيان ليه سكلته اللي سكلته شكرا قاضي انا لن اتكلم مثلهم ولكن انا معايا دليل اهو حاضر يا فندم هذا الدليل وشكرا جزيلا حاجة ما انا قلت الكومبارس ده يفضل في العكس حاجة ما احطها تفضل في العكس رجع الكومبارس في العكس دليل اهو تعمل اهو ابن الافاعي ايه كل الشتايم دي اغبياء اولاد غنياء اولاد عشرات تبت ايه كل الشتائم دي؟ دي مش شتائم ولا ايه؟ في سعادتك يا سعادة القاضي لا لو في شتايم يبقى عم هباب هو المسؤول عنها هي الكلام ده بتاعي لا انا مش في شتايم سعادتك هو اصله مش فاهم سعادتك المعنى الروحي والمعنى الرمزي اغبياء يعني ايها الاحباء بالظبط كده سعادتك وابن الافاعي يعني ابن الست الطيبه بالظبط كده سعادتك ده المعنى الروحي والمعنى الرمزي لا يفهمه الانسان الا بالروح القدس وده لازم يا فندم يصلي علشان خاطر يحل عليه فيقدر يفهم هذه الشتايم قصدي مش الشتايم يا فندم قصدي هذه الدرر لان لا تلقي دررك الى الخنازير سعادتك
فهذه درر ولا نلقيها للخنازير سعادتك زي حضرتك. لا لا، هذه ليست شتائم، هذه بوادر طيبة للمؤمنين لكي يعرفوا بعدين، لأن هؤلاء الأغبياء أبناء الأفاعي الخنازير هؤلاء. بس كده، فما كانش يقصد، ما كانش يقصد، هو قصده وقصده ساعات كان بيخطط بالكلام. فما كانش يقصد، انما هو قصده فبالظبط كده، فما كانش يقصد. الخنازير هؤلاء بس قصده وقصده ساعات كان بيخطط في الكلام، فما كانش يقصد، انما هو قصده فبالظبط كده، فما كانش يقصد، فما كانش يقصد، لان ما كانش يقصد وهو كان قصده وبالظبط كده ساعتك، فما كانش يقصد وهو كان قصده وساعات بيهرب بكلام. ويعني ايه هتكلم من راجل ما يتكلمش يعني؟ بعدين الدليل هو افندم من يقول رقم لاخيه هو، انما ده مش اخيه بقى يعني، مش مؤمن فمش اخوه، فمن حقه يشتمه ونحن اقوالنا رز اللبن بالمكسرات، انما شتايم عن هباب انا من غير مسؤول عنها فبالظبط كده، فما كانش يقصد، فما كانش يقصد، لان ما كانش يقصد وهو كان قصده بالظبط كده ساعتك، فما كانش يقصد وهو كان قصده وساعات بيهرب بكلام. ويعني ايه هتكلم من راجل ما يتكلمش يعني؟ انما شتايم عن هباب انا من غير مسؤول عنها بالظبط. ده هتبيع ايه ولا ايه يا عم سيخ؟ ايوه الكافرون، ايوه الطنون، شكلاتكم ساعات القاضي هو طالب اقوى عقوبه، طالب اقوى عقوبه، اقوى عقوبه حمايه الاطيار وحمايه السماحه وحمايه المحبه بالظبط كده فندم، حمايه المحبه خط احمر سماحه والمحبه.